الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه. ثم أما بعد، أحبابي أبنائي أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أصول الفقه وفي الدروس المقررة على الفرقة الأولى بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة. أحبابي، كنت قد التقيت مع حضراتكم في محاضرة سابقة تكلمنا فيها عن المسألة الثانية التي تتكلم عن الواجب الموسع، وعرفنا ما معنى الواجب الموسع، وعرفنا في الوقت ما هو الوقت الذي يجب فيه الواجب الموسع. طيب، اليوم ننتقل بحضراتكم إلى المسألة الثالثة، وهي الواجب الكفائي. كنا قد تكلمنا مع حضراتكم قبل ذلك في تقسيمات الواجب، وعرفنا أن الواجب باعتبار فاعله ينقسم إلى قسمين: واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني، يعني نقول كده عبارة كده، طلبه الشارع من الجميع، يعني ممكن تقول ما طلبه الشارع من كل فرد بعينه. لكن الواجب الكفائي ما طلبه الشارع من المجموع. بالمثال يتضح المقال. إذا نظرنا إلى الصلاة فنجد أن الله سبحانه وتعالى طلب الصلاة من كل مكلف. الصيام طلب الصلاة سبحانه وتعالى من كل مكلف بعينه، فلا يجوز لفلان أن يصلي مكان فلان. لكن نجد أن هناك أمور إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. فلو نظرنا مثلا إلى الأمور التي تتعلق بالميت من تغسيل وتكفين وتجهيز، نجد أن الله سبحانه وتعالى طلب هذا الفعل من مجموع الأمة، من مجموع الأمة، بمعنى أن البعض يقوم هذا الفعل. والواجب الكفائي هذا إما أن يكون ديني أو دنيوي، الصناعة، الزراعة، التجارة. ليس كل الناس يعملون في مجال الصناعة أو التجارة، لكن الأمة تأسم إذا ما ترك هذا الأمر. كذلك تغسيل الميت وتكفين، كذلك التطبيب إذا ما وجدنا شخصا مريضا ونحن نعلم كيف نقوم بتطبيبه. فإذا قام بهذا الفعل البعض منا فإن الإثم يسقط عن الباقين. لكن هناك أمور يتحول فيها الواجب الكفائي إلى واجب عيني. متى؟ باختصار، إذا ظن المكلف أن غيره لا يقوم إلا به. فكما تقرؤون أو كما تنظرون معي في الكتاب الذي بين أيديكم، الوجوب قد يتناول كل واحد من المكلفين. لهذا الواجب الإيه؟ العيني، كوجوب الصلوات الخمس أو واحدا معين. يعني الواجب الكفائي ده، الواجب العيني، قد يتعلق بواحد، مثل الأمور التي فرضها الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأمة، مثل وجوب التهجد، قيام الليل بالنسبة للنبي، وإن كان السادة الشافعية يقولون أن هذا الأمر قد نسخ. يسمى هذا بماذا؟ فرض عين، لأنه مطلوب من كل فرد بعينه، بعينه، بذاته، تمام، أي ذات المكلفين. والواجب هذا قد يتناول بعضا غير معين، كوجوب الجهاد وصلاة الجنازة والحرف والصنائع التي لا بد منها لحياة المجتمع، ويسمى فرض كفاية لأن فعل البعض له كاف في تحصيل المقصود منه وخروج الكل عن عهدة التكليف. بعدما عرفنا أحبابي أبنائي أعزائي الطلاب ما معنى الواجب الكفائي، ننتقل بكم إلى قضية أو إلى مسألة هامة، وهي ما تسمى بمقدمة الواجب اللي احنا
بنقول كده ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه المسألة هي المسألة الرابعة. لكن تعالوا لكي نحرر مع حضراتكم محل النزاع في هذه القضية. وجوب الواجب المطلق الذي طلبه الله سبحانه وتعالى من عباده أو من المكلفين يستلزم وجود الفعل المقدور للمكلف الذي يتوقف عليه. يعني إيه؟ الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة، لكن هذه الصلاة تتوقف على أمور مثل إيه؟ الوضوء، مثل ستر العورة، استقبال القبلة. يعني الصلاة هذه لن تتحقق إلا بهذه الأمور، فوجوب الصلاة يستلزم وجوب فعل هذه الأشياء. يعني يستلزم منك أن تكون على طهارة، يستلزم منك أن تستر عورتك، يستلزم منك أن تستقبل القبلة، يستلزم منك طهارة الثوب إلى غير ذلك. فهذا يسمى مقدمة الواجب، يعني ستر العورة وطهارة الثوب وطهارة المكان والوضوء، كل هذا يسمى بمقدمة الواجب، تمام؟ وهو المسمى بمقدمة الواجب المطلق. يعني مقدمة الواجب ما لا يتم الواجب إلا به، أو ما يتوقف عليه الواجب، وهو ما يطلق عليه مقدمة الواجب. لكن أحبابي، لا بد من التفرقة بين أمرين: هناك مقدمة وجوب ومقدمة وجود. ما هي مقدمة الوجوب؟ مقدمة الوجوب ما يتوقف عليها ثبوت الواجب في الذمة. يعني إيه؟ عندي الطفل الصغير، هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه الصلاة. بالنسبة للرجل غير المستطيع للحج، هل يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه. هذه تسمى مقدمة وجوب ما يتوقف عليها ثبوت الوجوب في الذمة. يعني واحد لا يملك نصابا للزكاة، فهذا يسمى مقدمة وجوب. يعني مقدمة وجوب ما يتوقف عليه ثبوت الواجب في الذمة. طيب، القتل الخطأ بالنسبة إلى الكفارة، هذا يعني لا يعقل أنني أطلب كفارة من أحد دون أن يقع في الإيه؟ في الذنب. طيب، مقدمة الوجوب إذن ما يتوقف عليها ثبوت الواجب في الذمة. فإن كل هذه الواجبات من صلاة وحج وكفارة يتوقف وجوب كل منها على حصول المقدمة، إذن هذه تسمى بمقدمة الوجوب. أنت لست مطالب ولست مكلف بتحصيل مقدمة الوجوب، وإنما أنت مطالب بتحصيل مقدمة الوجود، ما يتوقف عليها وجود الواجب كاملا. أنت مطالب ومكلف، ويجب عليك أن تتوضأ، أن تستر العورة. لماذا؟ لأن الصلاة وجودها لن يتحقق إلا بهذه الأمور. إذن لابد وأن نحرر محل النزاع. إذا مقدمة الواجب في مقدمة وجوب ما يستلزم وجودها، وجوب الفعل على المكلف، هذه أنت لست مطالب بها. مقدمة الوجود ما يتوقف عليها وجود الشيء، وهذه هي التي يجب عليك القيام بها. طيب، مقدمة الوجود ما يتوقف عليها وجوب ما يتوقف عليها وجود الواجب كاملا، ومبرئا للذمة ومسقطا للقضاء فيما فيه قضاء، وذلك كالطهارة بالنسبة للصلاة، وغسل جزء من الرأس بالنسبة لغسل الوجه في الوضوء، والتلفظ بصيغة العتق بالنسبة للعتق. فإن كل هذه الواجبات لا توجد ولا تقع من المكلف إلا بحصول تلك المقدمات، فلا يمكن أن توجد صلاة صحيحة مسقطة للقضاء
إلا بحصول الطهارة مع بقية الشروط والأركان الأخرى، وكذا في بقية الأمثلة الأخرى. مما سبق أحبابي أبنائي أعزائي الطلاب، يتضح لنا أننا أمام أمرين: الأول مقدمة الوجوب، والأمر الثاني مقدمة الوجود. بعد هذا أستطيع مع حضراتكم ومع المناقشة والحوار أصل إلى أنه بالنظر إلى مقدمة الوجوب يتضح لنا أنها غير مقدورة للمكلف، غير مقدورة للمكلف. ذلك كالبلوغ بالنسبة للصلاة، الاستطاعة بالنسبة للحج، ملك النصاب بالنسبة للزكاة، فهذا وأمثاله ليس مقدورا للمكلف، وبالتالي الله سبحانه وتعالى لم يأمرك بتحصيلها، لم يأمرك أن تخرج حتى تحقق نصابا للزكاة، ولم يأمرك أن تخرج حتى تأتي بأموال تحج بها إلى بيت الله تبارك وتعالى، لكن أمرك سبحانه وتعالى بالسعي، فإن تحقق وملكت النصاب عند ذلك تخرج الزكاة، تحقق معك الاستطاع عند ذلك يجب عليك حج بيت الله سبحانه وتعالى. لذا فقد اتفق العلماء على أن مقدمة الوجوب غير واجبة على المكلف. لماذا؟ لأنها غير مقدورة، وشرط التكليف القدرة، فإذا فقدت القدرة فلا تكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما بالنظر إلى مقدمة الوجود، نجد أن مقدمة الوجود هذه في مقدور المكلف، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، وغسل جزء من الرأس بالنسبة لغسل الوجه إلى غير ذلك. أحبابي أبنائي أعزائي الطلاب، بهذا القدر أكون قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة، بعد أن وقفنا مع حضراتكم مع مقدمة الواجب، وعرفنا أن مقدمة الواجب هناك مقدمة وجوب ومقدمة وجود، وأن مقدمة الوجوب ليست في مقدور المكلف، وبالتالي فليس مطالبا بها، أما مقدمة الوجود فهي في مقدور المكلف، وبالتالي فهو مطالب بها. حتى ألقاكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.